فضيلة الشيخ بارك الله فيك، إذا كنت أريد أن أسافر إلى المدينة النبوية وقبل أن أسافر وجبت صلاة الظهر، فهل يجوز لي أن أصلي العصر مع الظهر؟ إذا كنت في بلدك فلا يجوز، لا يجوز أن تجمع إلا إذا بدأت بالسفر. اللهم إلا إذا كنت تخشى أن لا تتيسر لك صلاة العصر، مثل أن تذهب مع إنسان مثلا تخشى أن لا يقف إذا جاء وقت العصر، أو في طائرة لا تدري هل تدرك العصر في البلد الذي تقدم إليه أم لا، فلا بأس. أما إذا كان سيارتك تحت تصرف ومتى شئت وقفت صليت فلا تجمع، لأن الجمع كالقصر، كما أنك لا تقصر في بلدك ما تجمع أيضا. لكن الجمع إذا خاف الإنسان لا يأتي بالصلاة الثانية فله أن يجمع.